استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بمشاركة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفيه كون اوروبا الشريك التجاري الاول لمصر. فضلا عن الروابط المتشعبه التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركه التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الاوروبي في عمليه التنميه التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعربا سيادته في هذا الاطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. من جانبه أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكدا اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر، بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي. وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا واقليميا بقياده السيد الرئيس وكونها همزه الوصل بين العالمين العربي والاوروبي ومحور صون الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط والقاره الافريقيه اوضح المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقه بين مصر والاتحاد الاوروبي سواء فيما يتعلق بابعادها السياسيه او الاقتصاديه والتنمويه حيث تم الاعراب عن الارتياح ازاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين وتاكيد الحرص على اهميه استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء. كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة تكاملا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات حيث أكد سيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام. أضاف المتحدث الرسمي أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من ستة ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية. وهو ما يعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة حيث أكد سيد الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها مشددا سيادته على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن